بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. وقد قال الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله سبحانه وتعالى حجك أيو كسو الله
سيغيا ولي وركيسو زعدا واذكروا الله روالا سو شيغا داتكا حاجكا تاغا حاجكا انتان الا ديلي تيرين علي كو سمي جيرين وخا كاميدا اني ابيال كود خوسو جيرين او انسان اما دات ايغا لاميدا اني كو خيقايان هلكي لغا ربا اني سارا او كعان او ذكرغا الهي غلا kadi wadana wuxuu soo sheegay ujeedooyinka inay ku kala duwan yihiin qodob qolane aduunana iska rabta qolane adduunka aakhira ay isku rabta marka waa amaan qolada adduunka adduunka iyo aakhirada rabto xasanada adduunka oo iimaanka iyo amalka saaliha iyo wax kasto insaanka adduunka aakhiraba dheef oo la ee Alla iyo Rasuulkiisa ay tilmaameen kulmeeyaysa lafdu xasana iyo mid aakhir oo ugu weyn tahay inuu janno galo jahimana ka badbaado kuwa soo xudo laa'ika lahum nasiibum mimma kasabu oo kana dunyada rabana alla adduunyo siha mid aakhirada rabana aakhiro siha kullan numidda ulaa'i wa haa'ulaa'i min ataa'i rabbik marka wuxuu leeyahay alla wadhkurullah alla husa في أيام مالما قدهوت كحسا أيام تاسوم معدودات لتريي واذكروا الله على حسا في أيام مالما قدهوت كحسا أيام تاسوم معدودات لتريي أيام تاسوم على وجه أيام التشريق وعرفته مالنت تميكوبات يا مالنت تميلبات يا مالنت تميسد حدوى ayaam tashriiq leena tashriiq waxa lagu ma hilba warada leena oo dhiyadi hilbeed ya mararka qaar kood in la waayo ah daban ya la jeexjeexa qoraxda la dhiga si kayd looga dhigo xilliyo dambe loo cun tay marka su'aal la wuxuu leeyahay maalmahaas alla ku xusa maalmaha ma in la dhameeyo saddexdooda mise wax waa laga tiigara faman taajjala ruuhi degdega fi yawmayn laba maalmo dhexooda ruuxi ku degdega falaa ithma dambi calayhi ruux askurkiisa ma ahan oo laba maalmo marka uu tuurto jamaraadka la tuurtay maalinta labaad markuu jamaraadka tuurto hadduu iska tago wax dhiba ma leh faman taajjala ruuxi degdega fi yawmayn laba maalin dhexooda ku degdega falaa ithma dambi calayhi ruux askurkiisa ma ahan wa man taakhara ruuxi daba marah oo saddexda bil iska dhamaystane فلا إثم دنب عليه روح أسكر كيسا ما أهانين أرنكا سوى إنوان دنب دوسيس أهانين أهانا يوصونا ذي لمن أوصونا ذو اتقى الله أسكت شري مركا فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه كورنا فلا إثم عليه لما الشيء أو كوكل الدوم حيالك لإني هل شيء إستغمان نغضان ويدع كرتانو دنب الآن تإستغمان نغضان laakiin midki saddex bari joogay waa ka qiimo badan yahay kii oo laba bari kaliya ka dhigtay liman taqa arrinkaas wuxuu u sunaado dambi inuu san dushiin ahay dushi ahayna intifaa'ul ithmi liman taqa ruuxa alla ka baqo sunaad wa'lamu wattaqullaha la iska jira alla cuquubadiisa iska jira adduunyi aakhiraba wax insaan uu adkaysan kara ma cuquubada alla hayla wa qawiyun shadidul iqaab واعلموا اوغادا انكم اذنكم اليه الى الله الا حقي ستحشرون الى الذين شرين اي ساده اوغو سو كولانتين حجك ايا هدبا لايدين شيري دونا واعلموا اوغادا انكم اذنكم تحش اليه الى الله الا حقي تحشرون الى الذين شرين اي حجك ومركا سدا اوغو سو ورمي حدنا و هو كا هادلايا ددكا الجماعه المسلمه مركا نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا صحابتي سردان عليه امثال المهاجرين انصار waxa dadka ku dhax jiray niman munaafiqiin wa minan nas dadka waxa kamida ama minan nas dadka ayu kamidiya man ruux oo yuujibu ka nabiyo oo ku ajab galiya qawluhu ruuha qawlkiis fil hayati nolosha dhaxada uu ku hadlo hayatadii adduunya dhaweet hadalkiisa midad u bagaysa ku jira aad ugu bagaysa ويشهد الله علنا مرخاتي جلنا يا علاما وخي كركيسو في قلبه روحاس قلبي يس غديس كو سوغان سدا وسو شيغاي واي دبهانه وا كدوان يا سدا او شيغايو وهو من كاسو الد الخصام ضدي سمد ادكتاي واي
ومن الناس دتك أيو كمديا من روح يعجبك قوله نبي وقول كيسوك عجبك لهاي في الحياة نلاش يدح هذا أنا حالك سكان قول كاس أما في الحياة نلاش يدح هذا أو كوا الله ما هو عجبك لهاي أو كوا الله قول كلش حياة دي الدنيا اللي تنيذا بدنات مرك آخر اللي أقول لي توه أما الدنيا لو إذا بدناده هذا كتجس ما إذا كتجس علي الدنيا إن علموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتهد أما إذا كتجس أما إذا كتجس أما وقيم اللي ذنت مرك آخر الله فيريو ويشهد من كاسو الله الله مرقاتي ليه على ما شيخك يسوع مرقاتي ليه في قلبي روح عس قلبي يسدح ليس كسوا ووحوا ليها وحن أفك كالشيغة إني أورك إيقات شران الله إيقا مرخاتيه لي وأنا بنتيس وهو حال ألد الخسامي قوة ضوضة مدء ضوض بدن أويحي وخسامك مركا تشمعو خصم كاريك تواي أمسي خسامك مستر كاريك ضوضي سميدي أدك تويا لتنذير به قوما لد واتين لد كوا ألد أو لغو جمعيي لد سيدا أصم أو سم لغو جمعيوك sidaasoo marka isu amaanaya muqaalkiisa kor markii la fidiyeen aad ugu bageysa waa hoostiisa iyo qowlkiisa sidaas misu waafaqsiin way oo wuxuu yiri iyo falkiisa misu waafaqsiin mayo wa idha tawallaha dujistu ka tago saafil ardh dulka dhaxaysu ku socona wa ku socona macnaha wuxuu goosanaya in ulka hadaba maratay ku socdo fasad kula socdo ليفسد فيها أرضها إنه على درت ضوء سعنا أو يهلك الحرث دلق إيا بذرك أو باب إيا والنصل أبتك وحي هدبا ترن هاي إيا وحي يرنو باب إيا وإذا تولى دوجستو هذا الكيف يعني يكو ركاتي سعى وسعنا يا في الأرض دوك دعيسو قسعنا وقصد حمو كل سعنا سعى بمعنى قصد إذا قرآن كيبو حدا وحاكم إذا مارت إياه ثم أدبر يسعى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله تساكم في الأرض لك دعيسوا خسعنا ليفسد سؤوها الليه فيها أرضها دحا دعوها الليه قول كيسي ونكسنا فعل كيسي أبابئنا ليفسد فيها إفساد نوع والباء إفساد كسوحة قلي inow badarka iyo ubadka laayo wixii taranki ahay inow laayo hadana gal alla gooni u sheeg way hulika awna baab iyo halaagu al harfa badarka dalaga la beerto baab iha wan nasla ubadkan u baabiyo xoolihi beeri waa guba wa hadaba maratay xoolihi iyo wixii ay maratay dhaleen waa baab iha marka su'aal xoor wallahu alla la yuhibbul fasada fasad kama jala al ألا فساد كما جعل والله لا يحب ألا ما جعل الفساد فساد كما جعل قف فساد كما جعل قفك فساد كوضنا ما جعلوا هذا ألا فساد كجعلين قفك فساد كوضنا ما جعلوا ولما أنت سوى حسيدة وإذا قيل له من كسدين لغير اتق الله على أسكتر وهذه ركة بابية يسي إلهي كبق أول حسوس عقوبة إلهي أخذ دوحة قبانيس ومن كاس العزة إسلويني دي أي قبانيس بالإثم الدنب سببتي سيء قبه السيغو أول با ظلم قاس إيا هاي أيها الدنقفك وخير ميري ما قاور حدس دغن كان دغن في عن ما إسكدا دي ما أولي أما نيغا هدبا ما الله يغدع ما هدبا ما رتيا أنيغا وحصل إيداها ميا الله يغو كالسوني وكالسوني دا ما هي واحد فرها كويس والأوكي هنيا واحد إسكدا وإذا قيل له من كسدل وراء التقلى على إسكجر عقوبة لو ما دل قاد كرتت إلهي فساد كما جعل فساد نفرع كل جرتاع أرند سنو وحي كان يسا إن عقابك الله مديسته كجوك مرك ليدا أخذ دوحة قبانا يسا من كس العزة إسلويني دي قبانا يسا إسلويني سلقبويني متغا أي قبانا يسا وأنفه بالإثم الدنبك سببتي سأوقع به هو dambiga oo ku jira in laga yira in laga qabto ama la yira war waxaan iska leher waxay wuxuu qaadaa way ku naqay xamiyay iyo adab daro ka qaada alla marka wuxuu leeyahay khair miirid yeeli maaye maxaa ku filan qofka soo kale fa hasbuhu ruuhas midka ku filanu jahannamu jahannamu way
جهنم أكو فلان وحكلو كوان توما يمالي هذا جهنم أكو فكسو سعداه مال في عنو مكوريس أمس ملك موريس ولا بئس وحا حماد ألمي هادو قوغولا أحماتي قفك جهنم قوغل لغا ديغو اي جهنم لح جيفته هوتيل هو قول جيفتوا ولا بئس وحا حماد ألمي هادو قوغل أما ديرب أي عدبا حماتيو سيدي عنو غيركا ديرب تمركا لغو دعيو حدبا لغو حبايو مال في عنا لغة رمضة تانو مال في عنا قفك جهنم السياس لا لجي فيه طيب نوعا مركا داتك وكميدي هاي واي داتك حن نوعا وكتل هو منافقين تكوى ليلة نين ليلة الأخنا سبن الشريق موهاي انك أسأل وتيما لكن هذا الكو العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لفظ يقام معناه قود وكينا أيو أي فرد تهيه سبب نزول الروحي أسوء سبب هاي أما أرنتاس أما فردقاس أما كوحدس كسي ناميس ولي قد نويش قانيس قاعدين أساس العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ما أنت أدواء بدينها نوعا أسابا حكومة أسابا نوات تليها دون قلصع تليفشن هذا إذا عدها جورنال هذا مركا دقيسته وحل قليها كعانكو ما هو إذا ما نهر قلو bulshada ayuu rabaa inuu samatabixiyo horumarkeeda ka shaqeeyo sidaas waaye hal habana kama jirto haddii niman islaax laga sugaba maaha alladina yubsiduna fil ardi wala yuslihun wa kulul kafasadiy wa islaaxana aan lahayn noocaasa marka ku jira dadka qofka marka gaaran on kitabka ilaah dhageysan ee nimanka warkooda dhageysta وأنا من قول كودك عجب قليها ومن الناس من يعجبك قوله صمى أدو جيستنه سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد قول فعل أن شغى اسكول هين أدكو أرقيسا كاسا إذا على مركة رسالة هاي إذا سما فلك بلشدا وإني قرقاران أباراكوها بسدي عذراكوها بسدي وإني قيان عفماتك آوي أو هي يدروتك دونك أو ذيها الدبها بالحبها ورحب الله مركز واحد لا أرملائكة قصص عطها قف كان عبده جين واي مكت إلا ولا في ربي ربع مركز عرب هذا الصورة لا دعاء واحد أرجني إذا مرت يا للي يا وعلماء وحلا قدورة جورة عتلا يتشري عدا هي مرت يا بلا علمه وابل أذنب وأنا إذا للي دتك بيها أحد بقى مرت يا والسقي سنة دا والله غشبه أنا دكتور يقولون أنا كهذا رشان أنا أول اللي تي بي إيس نن أنا هذا قاعد شيء وحاس لغو أقولن أو رولي بعد علي أول اللي يقان أسأل ليه لحب ولا الله صقر اللي مبي وح لغو شو هي صنت لغو اللي هو عذو جا عذو جا واي نن عذو جا إن الله شاهد مرة بيه أذوقنا عذو جياد مودة يسأين ويا صاحب إلا نغنت يا كولي إلا هاي مركة ومضة مسلم كوا وش هذا هو حوليها النوع ساسا عدت خجرة لنما قعب هبل هبل الله مالي سابت هبل هبل هدي ليه لأنين كانوا وانين مسلمه انقو حكد وكذو وعي خوصنا بلايدا زوكا وطع ما قرت ألد القسيوان وعي أمد وعيل أقبع جانس إنو مرؤون هلو سوف إلى قوي وربع لكن هذا لو ناكسنا لقول هذا الأسئلة مجاملة ليه تتكى وحيد هذا ننكا دليسو ننكا دقايسو ولا سكال الدادية يوسن كدودنا مالن دبايلو جرتا دبايش الرعسية ننكا دوديش ننكا دبايش ننكا دليش ولا سكال الدادية يونا كدودنا مالن دبايلو جرتا دبايش الرعسية هذا المعنى الساسي هاجر واحد دبا مارتيا تانسي او سوغة لكن مركات فيرسو هذا هو دبا وركيش وفي عين ولقا اسكيلال قرآن كان نيوان باران انصنا ذا نبق عليه السلام باران وقاب النبي صلى الله عليه وسلم اصحابتي سردان عليهم ان ولايه اي عدو غسي اسا اردي جيران اي سي او غار جيران حد نيمان بارنا ولغي وعدو بنانك او يالا عدو بنانك او يالا سومالدو waxay jiraan moqtay ninka cadawga oo raba inuu hadaba maratiya ku baabiyo hadaan garanayn hadaba qudamat ay qudamat oo waxay jiraan macnaa maamadi ahad دقون إياه للدلاء لغنى دعيسته إياه كدلو أو كعربضو أو سنكو قصو أو كليه الآن تايا
وادم له مر هو ادم له اسال الله غير الله كسي الله كسي غير وان سو غرمت اه قال له وانا دلنت عبد الله سعد واس ودلنت مركه كواس الله كور نوع كلو في عنه الله كور ما هو اسغو ايمانك دبت هي قات ومن الناس ددك ايو كميديا من روح يشري جداي نفسه وروح نفسي سجداي ابتغاء مرضات الله اله راد اهنشيسا راذين او راذين اي درتدنا او غداي ابتغاء متقانت فعل اجله ومن الناس ددك ايو كميديا من روح يشري جداي نفسه وروح نفسي سجداي شراب معنى باع ايا جرتا مركه ومضارع عيدي شارع يشري فعل محتر الله بالياء يشري يفعل واحد نفسه ونفتي سو او كذا محو كذا ابتغاء مرضات الله الى الراديه شذي سرادين او رادين درتد او كذا والله الا رؤوف عليه تريد بدن واي بالعباد ادومها تريد بدنو دبك يا رفاتك الله سبحانه وتعالى واوغب امرتي ادومي سو وهدب سيس الى الهين يوغب بدباد الهين وكلا تليا والله رؤوف بالعباد نين كان مركاسنا وحا ليدا نين كان لجل سهيب بن سنان رضي الله عنه مركو مكو كو اسلامي هلكاسو كو مارتيا فيعنادي ايمان كيس او هدبا نقضي مد قنجه جوغ اد قاليه صحابته كميد هي مركي لها جيره يوم مدينه لا اد ايو دون انو هاجر قالدي او فريست قريشده وحي تري ادون حبد مال هيسن اد نوتيمت حدنا مال بدن اد قبطا لبا اون متجر ان حولها نوغا تكتود هاجرتو اي ان انا هدبا مارتي ادن هاجرون غبيان بكو دي حولها انت كو تعبت نغا قادي ميسيد سيداي روايت قاركود سلمى مايا ماركا سوري حولها دان ايدن كغا تغو ميديس ها هيرين واكتغي واكتغي حولي هدبا مارتي اوتغي ماركا سو هاجري رات رفعت وحيت الماما نبغى صلى الله عليه وسلم مركه وتغي ربح البيع ربح البيع او نبغى صلى الله عليه وسلم سيما كثير وصو نقلنا مركه نينكاس واي ايات كوما غارين ان ولبا ايمانك سكرون شيغي شيغي سمعنا العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبوا اسوا مركه وا لبا نوع او بلشده مسلم كا كميدا او سيده عركه دلكو كلفغين او كلفغوا ننمو المنافق نمادي اسلام نمان افكار دافسنين او ربا ددك انو كولا لا دخجو مدنا ايمان كاس دبتا او ربا انو لا دخجو الهي مركه و هو ليه يا ايها الذين امنوا ادخلوا كو الله نبي رمايهنو يا انت ان لا رمي اي واجبته ايديلو ادخلوا في السلم في السلم بد باده دخيده غلا نبد دخيده غلا اسلام كو نبد كافه حالو دنيح حالو ذات دا مر واحد كحاله في السلم اذا صاحب الحال كو السلم مرنا وادخلوا ووداده يا ايها الذين امنوا ادخلوا قال في السلم بد باده دخيده امن بد غليده دخيده غلا كافه حال سلم او دني اسلام مده غبي اهان غله ولا تتبعوا راعين خطوات الشيطان شيطان كتلابوين كيسه قرشوين كيسه راعين إنه شيطان كلكم إذنك عدو عدو إذن يا عدو قسوم مبين عدو إذن سعده ادخلوا في السلم كافة ضدك كي إيمانك لهين ويكينيسه كي إيمانك أفكا عن رفسنين لهين ويكينيسه مركة قبي أهان السلام كالقات معناه قرشها ألا قبي أهان قات قيبتها وديدة وافقضوا أنك عن حسيان قادها قيبتك لنا قاد ما يوحس عائما لما مركة مدواي إنا وقفك يعني كتشر الدخول في السلم كاف سلام كده ما نال قالت يئن اتباع خطوات الشيطان قالت لا بد سؤال إما الدخول في السلم كاف وإما اتباع خطوات الشيطان مجرد أنت أن هذا بق الشيطان إيه كرع عيسانه خلاص هذا الرع سنت حمانك ليون كفر وطن صمرنا إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وانا عدو عدواي ايدا وان حيساه دولته اسلام كا اهل كيسان دولته ان دهاي او غالا ميشي دغته وا بابينيسا ما حيل الاوقاف وحليدا وزاره الاوقاف ادينت كو شغلين انت كل هديت وزاره امارته غاشانيك هديت وزاره غنعسيك
haday tahay wasaaradda maaragtaya waxa la yidhaahdo qorsheynta ee qaranka, nooc walba wasaaradaha waxaa lagu maamulaa khudwaatu sheydaan ilaa awqaafta maahayne masaajidda iyo waxaa la leeyahy wadaadkaasu wasiirka awqaafta wa intaasaa la ogoli meeqaa marka u badan khudwaatu sheydaan u badan ilahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala udkhuluu fi silmi kaafa walaa tattabicuu khuduwaati shaydaani innahu lakum caduwun mubiin. Inuu marka ruuxu isjiraal rabaa qabaa'ilkii sidiiyay noqdeen sidiiyay noqdeen ayagana in yaroo nikaaxa iyo xoogaa yaroo maaragtaya soonka iyo mooyaane inta kale xeeraday leeyihiin baynamaa duwalku ay leeyihiin wax la yidhaahdo dasaatiir ayagana xeeradaa la yidhaah. Marka khuduwaatu shaydaan ayaa la raacay. Ilaahay wuxuu leeyahay anigu isku dardar ma aqaan ma federation iyo inaad daba wax la isku dhex yaaciyo qasqas ma rabo anugu, inaad islaamka gebi ahaan soo gashay inaan ka rabaa annaada shaydaan raacina. Warku macad yama samacad shaydaan tallaabooyinkiisa marnaa raacina wax yar iyo wax weyn ee qorshaha alla way idinku filan yihiina soo gala. Taladan alle askale in alxukmu ilaa lilaah waana cibaado ilaahay amara anlaa tacbuduu ilaah xukunku hadduu ilaa iyah xukunku hadduu yahay xukmullaahi sharci iyo xukmullaahi alqadari waa isku macno. Alaa lahu lxukmu wahuwa asracu lxaasibiin. Waa haddaba maaragtaya marka inaan ogaano cadow marka yaa la yidhaah innahu lakum caduwu mubiin ugu alle cadow yaa la yidhaah. Cadow waxaa la yidhaah man yafraxu lixusnika wayaxzanu lifaraxika, waa midka waxa adugu aad ku faraxsantood jeceshahay inaad hesho ka walbahaarayoon ogolay, waxa adugu aad necabtaa markay kugu dhacaana ku farxay macay kuu taha marka jiro dadahay reexaata cadow miyaa taxadigu qusle ma maaragtaya rafaadkaan ayagu dhacay sidaad qusleysaa sidaa daba maaragtaya marka lagu tacriifo waa kaas. Waxaana u daliil aayaddii ahda in tamsaskum xasanatun tasu'hum, haddii xaalad wanaagsan oo idin taabato walbahaaray ku abuuraysa cadowgii, wa in tusibkum sayi'atun xaalad xun hadday idin taabatane yafraxuu bihaa sayi'adaas idinku dhacday ku farxaya cadowkaasalida. Cadow marka gaalada ugu weyn ina alkaafiriina kaanuu lakum caduwa mubiina, gaaladan ayaa ugu sii weyn ibliis ina shaydaana lakum caduwun fatakhiduu caduwan. Maxay ujeedadu leeya waa maxay? Innamaa yadcuu xisbahu liyakuunuu min asxaabi saciid. Inaan marka ogaano waaye dadkuna maanta aad bay gaalada ugu xiran haday waxbarasho tahay dugsiga hoose, dugsiga dhexe, dugsiga sare, bakaariyoska jaamacadda, maajisteerka, doktorada, wixii baxda waxbarashada la yidhaah falaggaas khudwaatu shaydaani ku wareegayaan. Waxaa kaloo bulshada inteeda kaloo iyadoo aan waxbarana waxaa loo daaray telefishin oo shafka kaala igu qaba adaankaas seexa waaye iyo wixuu eeg ah hoog macsi iyo balaayo gaalaa lagu jeclaysiyaa habeenyo maalinba, muslimna waa lagu nacsiyaa, adduunyaa lagu jeclaysiyaa, aakharana waa lagu ilowsiyaa. Markaasaa waxaa dadkii soo baxeen dad adduunye kaliya raba oon diin iyo barnaamijkeed aan hadaba rabin, inta dawladda maas ka jirta ay rabtaa maahayn oo wasaaradda awqaaf iyo maxyaala dhiloo saasaho dadka hadaba maaragtaya lagu hurdi siiyo. Marka iska ilaali, waxaa laga yaabaa dadku inay yidhaan masaalixa ku jirta, masaalix kuma jirto, kuma jirto masaalix. Masaalixda saddexaa loo kala qaybiyey: almasaalixu almuctabara, almasaalixu almulgaa, almasaalix almursala. Masaalixda dan a laga wadaahay danaha dhabta ee adduunya aakharaba qofkii ku dadaala wuxuu taraaya ee aan dhibaato lahayne dheef u leh waa wixii alla iyo rasuul ay ku yidhaahdeen waa fiican yihiin qaado. Masaalix muctabara la yidhaah. Almasaalixu lmulgaa, danaha aan waxba ka jirine dabaal dan moodaayo waa waxa alla iyo rasuul ay kuu diideen oo ay ku yidhaah ha samaynin. Magarad almasaalix lmulqaa la yidhaah, haddii wanaag uu kaagala muuqdo wax ka jira ma aday kula tahay wax jira ma saa. Miisaan maxaa u ah? Wamaa aataakum rasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahu. Rasuulku wuxuu idin siiyey qaata waa dan adduunya aakharaba idin anfacaysay, wamaa nahaakum canhu wuxuu idin diidane fantahuu ka hara, dhibaataad ku qabaysan adduunya aakharaba. Sida tawxiidullaahi dan waay, alkufru billaahi washirku billaahi nuxuu yahay hee, weligii waa haddaba danu kuma jirto. Dad badana marka waxay rabaan inay yidhaahdaan in la gaaloobo waa lagu qasban yahay, cibaarada siina isticmaala, laakiin beesha caalamka in la raaco waa lagu qasban yahay kuleeya. Magaal haddaad adeecdaa inaad adeecdiyaa kugu qasba
هي ظروف aan jirto kulay bulshada waxay u baahan tahay horumar iyo maratay caalamka in wax la qabsato dawladaha horumaray in ay hadaba maratay asa go'da noqoto in ay caawintooda aqbasho markaas gaalki meel walba taagay asal weel lacagaa lagu siiya alwale baarlamaanka ee aan baahan noqdo midka la leeyahay okay aqalka caadi baalki hooso iyo kii dhaxa iyo kii kor aqalka caad kaaladi si hada lagu aloosdaa asal lagu heebo wuxuu qaataa 5,000 war hadawana madaxweyne ama waa kaasa ama waa maratay waxaan ku dhahay xil dhiban adeer xaas rabtaa gaalad u koreysanta Soomaa hal xabno uma metashid aniga waan ku ognahay waa ku ognahay waxaa ku daalin nin hadaba maratay hada kor u hor muqtay waxaad qalin ku qaadataa waxaad qaba waxaad qabtaan ana qaba nimankii aan macnaa baarlamaan laga dhigay talyaaniga xilligiisa haddii uu joogar sidoo kale waa markaas hadii ninkii mushaarka sii jiray oo wiira anigu saasan qabay xad qabtiin waxaad qabtaan qabna ilayn ayagun ilaa nin mushaar siiyo wax kale ma la sheegi kara mushaarka ninkii bixiyaa ibaanay markaas odayaal ku shirbeena waxay yiraahdeen waxaad qaliin ku qaadata waxaad qabtaan ana qaba yaani fikir gaar ma lihiin duqaas oo xogada dhalla ku siiyo maratay biya cabaalka ku siiya waa rabaad iyo fiirisa iska yeesha saas loo badayo wax kale ma la sheegi kara wax kale ma sheegi kara odayaalkii hadaba maratay sidaas loogu shirbay bidigo hadda shirb dhaafta hadda ilaa shirbaa ma loo wala wada taageeray in yaro iyaga la leey argaxisa wax qayful manzuur ma tijmaan waa khatar alla markaas wuxuu leeyahay innahu lakum aduwwun mubin hadii laga rabo qofka muslimka warbaahintiisa iyo wuxuu dhageysanayo oo fiirsanayo oo hadaba maskaxda ku rogrogayso u fahmo kitaabka Alla iyo sunnada Nabiga Cali sallallahu alayhi wasallam waxay waxa laga yeelay adduunka la socaha adduunka Alla ka waramay warkiisii ma dhageysataa Alla ka waramay wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil mar qalil wa hadaba mar wax kale ma wa ma dhilata illa lahu wa la'ib ma dhageysataa i'lamu annama al hayatud dunya la'ib wa lahu wa zinatu wa tafakhur baynakum ma dhageysataa لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة تمام ما دقيستا الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وعالما أو ومتعلما ساس وكله وإلا ذكر الله وما والاه وعالما إلى آخره ما دقيستا ما دقيستا يوحو دقيسا وهب الله هرمري تلفيش حقوق فرساء وكاسا دولة داسا هرمرتي قالك ليها لقوم معيها muslim nawal lagu nacbay siyaasada le waa kaasa hawya muslim hawaya wa wadamada oo dunida saddexaad waa walaa dunida saddexaad ah sal wacaya asal walaa bariga dhexe hebel xaalkiisu waa bariga dhexe lagu leeyahay bariga dhexe tiga madaqa waa meesha kaacbada ku tii muslimaad deg marka hebel ka war hebel xaalkiisu bariga dhexe waa washington waa dhe washington galad joogta naftu ayse oo maaysa tan ku sugan bariga dhexe muslimaad deg sooma kuwa gaalaba ku jiraan bariga dhaxaan ku ma dhaqaan daarul islaam aan u naqeen daarul kufri aan kala ayagu laakin caalamul islaam ee bariga dhaxay wadamada heer galbeedka waxa soo bixiyay gaalki gaaldii ma kartid hata ilaahin uur in alladheena kafaru min ahli kitaab wal mushrikiina fi naar jahannam khalidina fiha ulaaika hum sharrul bariyat inta allah wa gaalka uxun gaalki lagu miciyaa uxun إن قوة يا أم عن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية متك إيمانك يا عملك صالحة أم عن عكس وإيمانك والقود برغي ننحى ما ردت يا دي أنت إسلام كده استمع ننك لما نولا من نولا وذا يدك روح سيدنا يونس وانت مكوال لجينا مركة إيماجرين أو حالة يدي كده ما لم يبلا الله فورا بس ويسو الشاقين حمالكي ما لنتي ألا فرديد مركة سوحوا ليه anu waa ya bana akhru zaman la jiwa kula gaala been sheegay kula gaala been sheegay waa baajiyan ka war maanta bani no sheegan aray gaal bel sheegay al ark gaal waxan been in ma sheegay horta in yaquluna illa kadiban dhii ma illa been ma hayn ilaaha ya shariik la ama ilna la soo bi akhir ninki diida ama daba aydi alla diyo asadir awliya ka been bada wa man dhalu min man iftara ala allah kadiban soo maayn marka soo baqtigoodi u dhageysay oo hadaba maartay loogu amaana wuxuu isleeyahaba hadii gaal been sheega adduunya dhaqan male ah gaal leen run la sheegi jiray moqta muslimka been sheegi jiray saasa loogu caaymo hada gaal hadu been sheega adduunya joog ismalahu ay ka joogta marka waa farajica suu yaabay agendud fi anaway jiraano diida warkood
hadda goor badara marki abaar qaaji ma jirino waxaa badara in la karshaa dadkii loo qaybiyey xabar marka kamideeda dadkii maha joogaa la yidhi gaalkan aa badarka keene soo ma fiicna ma gaalkaanaa keena sankay qabsata sankay qabsata ilaahaana siiyey tiri maha gaal waxnama siiyo gablama ilaa waa dadkii hore mogta ilmahan dhe loo hadda maana telefishinada fiirsada maha iyo banooniga iyo lagu jilay gaalkii aa loo sheegay waxaa la yidhaha bartaan sankay kaa qabsasho weysaa dhib ma la wari ilmahaan ka korsayna iyadu wuxuu yihi maana warqad wax ku qoran yihiin waayo naga horaa wax noo sheeg laakiin ilmahay dhashay ilmahay dhasho iyo kuwii sii dhalaan soo anagu maaragtay yeelamayno waa runtiis moogta odayaalka hadda gaalada sankii ka wada qabsa jireen in badan oo ka mid a habrowshina saasay ahay laakiin hadda isbadeshay hadda isbadeshay badar haddii lagu siiyo badarna lagu sii maayo waa lagu dila innahu lakum caduwun binu alle gaalada khuduwaatu shaydaan ha raacina shaydaanku waa gaalada gaalka ugu weyn waay cadawowna idin cadaawadiisu banaanka taal adigan alla markaasu wuxuu yihi fa in zalaltum haddaad haddaba simbirirxataan min bacdi maa jaa'atkum albayinaatu aayadihi cadcadaayeen markay idin yimaadeen kadib faclamuu ogaada ana allaha alle casiizu alli raayo inuu yahay allihi adag casiizun nu intiqaamin soo mahayn xakiimuna xigmadu saaxiibo qof shay walba meesha uu mudanyah u dhiga fain zalaltum haddaad simbirxataan ood iyo islaamkii geli weysaan aad haddaba khuduwaatu shaydaan raacdaan sidaa markii wax laydinku cadeeyey kadib min bacdi maa jaa'atkum albayinaatu aayadihi cadcadaaye markay idin yimaadeen kadib haddaad simbirixataan faclamuu ogaada ana allaha alle casiizun alihi raayo inuu yaho ka adag addoommihiisa xakiimuna xigmad u saaxiba haddee adukhuulu fi silmi yaa laydinka rabaa iyo khuduwaatu shaydaan in la raacin hana daahina waay haddaad daahdin iyo aad u daahaysiin ma jaaniskaa sii jiraa jaaniskaad haysata sii jiri maayo adduunye waa laga socdaa markaasuu alle wuxuu yihi hal yanduruuna miyay sugayaan ilaa an yaatiyahum allahu alla ina u yimaada maahin fii dulalin dallaayado ama haddaba maaragtay dallado dhexooda ugu yimaado oo min alkhamaami daruurti ah caadkii macnaha ma waxay sugayaan inay haddaba islaamki galaan kaafa ee khuduwaatu shaydaan aysan raacin maxay haddaba maaragtay uga cagajiidaan ma waxay sugayaan ilaa an hal yanduruuna miyay sugaan ilaa an yaatiyahum allahu alla ina u yimaada maahin fii dulalin dhallaayada dhexooda ugu yimaado amba dallado dallada mida roobka laga dhigtaa la yidhaha min alkhamaami daruurtii ama caadkii ah in alla yimaado oo haddaba maaragtay markaa dadkow kala bixiha waa kala xukuma kii addukhuulu fi silmi kaafa u degdegay iyo kii isku daray iyo kii khuduwaatu shaydaan kaliyaba raacay ilaahay waa kala xukuma waalmalaa'ikatu malaa'igtuna ay timaado waa ciidankii ilaahay waalmalaa'ikatu waxaad ku cadfaysaa allah waalmalaa'ikatu malaa'igtuna ay timaado oo waxay la mid tahay aayaddu maxay eeday waja'a kallaa idaa dukkati alardu dakkan dakkan waja'a rabbuka walmalaku saffan saffa waji'a yawmaidin bijahannama yawmaidin yatadhakkaru alinsaanu wa anna lahu dhikraa ila aakhiriha ma waxay sugayaan in alla u yimaado wax kale miyay sugayaan oo waalmalaa'ikatu malaa'igtuna ay u timaado malaa'igtiina ay timaado haddii arrintaas hadday dhacdo xaa dhacay wa qudiya alamru amarka waaba la gooyaba la gooye amarka la xukun dhammaantii hawshii wa ila allaahi alla uun xaggiisaana turjacu lumuuru arrimaha loo celiya ma jirta naftaydu waxay jeceshahay aan helaa wax la yidhaha ma jiraa wa qudiya alamru arrinkiina waa la xukumay wa ila allaahi alla xaggiisaa turjacu lumuuru arrimihii loo celihayaa imaatinka alla haddaba maaragtay uu isku tilmaamay saasaad ugu tilmaamaysaa saasaad ugu tilmaamaysaa inaad haddaba maaragtay tidaahdo laguma tilmaami karo iska jir ood mucatiladii nimanka la yidhahad kamid noqoto tashbiihna laga yeeli maayo imaatinka makhluuqow lamid yahayna iska ilaali inaad tidaahdo mushabbiha aad lamid noqoto qole la yidhaha laysa kamidli shayun huwa asamiicu albasiir alla wuxuu isku tilmaama ku tilmaan wuxuu haddaba maaragtay rasuulkiisu ku tilmaamo ku tilmaan hadday tahay nafyan wa ithbaatan wax loo diidaa hadday tahay iyo wax haddaba loo sugayo hadday tahay ba qaacidadaas qabso waana haddaba kitaabkiiyo sunnadii magarad iyo say u fahmeen nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa radwanullahi calayhi miisaanka dhowrka odhan ka hadalnay
wa ila allahi alla xaggiisa turjacu lumuur arrimihii loo celihaaya. Qolaa markii saas la yidhaaho ilaa an yaatiyahum allahu, ilaahay la tashbiihiyey leeyihin, lama tashbiihin. Imaatika makhluuq oo kale waaya haddii la yidhaha la tashbiihiya, haddii alla wuxuu isku tilmaamo lagu tilmaamo tashbiihi khalqiga lagu tashbiihiya, ma jiro hamoodin meelhona ka dhicin. sal bani israaiil, markaasuu haddana wuxuu leeyahy alle, nicamkan laydin siiyey diintan islaamka kitaabkii sunnadii iyo qiimadan iyo doorashadan alla idin doortay waa wax aad u qiimo badan badan. inaad marka reer bani israa'iil nicmooyin badana iyo la siiyey ay ku kufriyeene ayagoo kale isku noqona wa sal su'aal nabiyow bani israa'iila, ilma yacquub weydi, kam imismaa aatayna an siino wuri alle hum ay bani israa'iila oo min aayatin aayad ah aayaddaasoo bayinatin cad aan soo marno mannigii salwihii alaabtii haddaba qiimaha badneed iyo haddaba maaragtay si meeshii ka istaageen bal weydi, way bedeleen nicmada ilaahay. sal weydi bani israa'iila, ilma yacquub bal warso, kami mise aataynaa aan siina hum ay bani israa'iila wa min aw min aayatin ah intaasoo min aayatin aayaddaasoo bayinatin cad kam tuti khabariyadaad ka dhigi kartaa istifhaamiyana waa ka dhigi kartaa min aayati marka kamta ay bayaaniye u tahay bayinatina nacti waay, way bedeleen wixii ku dhacana wa ogaatay oo hadda waata jagadii laga tuuray waa ka haddaba maaragtay cuquubo badan ay ku dhacday. ilaahay marka wuxuu leeyahy iska ilaaliya, waman yubadil nicmat allah, ilaahay nicmadiisa qofkii bedela min bacdi maa jaa'athu, nicmadu markay u timida manka dabadeed ruuxii bedela fa ina allaha alla shadiidu lcaqaabi, ciqaabkiisu allahu adag yahay waay, ilaahay ciqaabkiisu adag yahay. ciqaabkiisa inuu adag yahay qofkii gartaana iska jiri kara, ama haddaadan baran oodan aqoon u lahayn hadday ka cabsamaysid. inamaa yakhsha allaha min cibaadihi lculamaa, waman yubadil nicmat allahi, nicmada alla ruuxu bedela min bacdi maa jaa'at, nicmadii humanka markay u timida dabadeed bedela fa ina allaha alla shadiidu lcaqaabi, ciqaabkiisu allahu adag yahay waay, ciqaabkiisu waa adag yahowle alla subxaana waa sukayna tilmaama. ilaa hadda waxaa laga raacsiya adduunweynaha haa saa lagu leeya militarigooda lagu tusa dhoolato samayahay, saa lagu leeyay arag miigusa uu kacayo, arag markabka maaragtay dayaaradu ku safan yihiin meesha haddaba adduunka qaaradaha madaaficda iyo maaragtay qaaradaha isaga tallaaba ay haysataa dowladaha awoodda weyn adduunweynaha lagu leeyahay ilaahayna lagu sheegi ma ah war allaa weyn oo adduunweynahaad sheegaysan allihii abuuraa weyn asaa awood leh beenta ka daaya dadka daati argaxisada alla qabto. marka nicmadaad haysatana islaamka ugu qiimo badan islaamka iyo qur-aanka iyo sunnada waati aada qul bifadli illahi wa biraxmati fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun iyo wadkuruu nicmat allahi calaykum wama anzala calaykum min alkitaabi walxikma, wadkuruu nicmat allahi waa islaam, wama anzala calaykum min alkitaabi walxikma, kitaabku waa qur-aanka walxikmatina waa sunnadii. marka nicmadaas ruuxi bedela saas waay aakhira waxaa imaanaya sidii axaadiista saxiixada ku cad in qolaa imaanayso nabiga sala allahu alayh wasalam soo abaarays qayb ka mid ah bidix lala qabaa asxaab shimaal, markaasaa wuxuu leeyahay waa dadkaygii, markaasaa ma ogeed waxay gadaashaa dhigeen markaad ka soo tagtay ay haddaba bedesheen kitaabkiiyo sunnadii. haa innahum lam yazaaluu yartaduuna calaa acqaabihim, markaad ka soo tagtay kadib inayna cerbahooda inay ku naqayan ma daynin. markaasuu nabigu wuxuu leeyahy sala allahu alayh wasalam fa suxqan suxqan liman badala bacdi, aniga iga dambo qofkii nicmadan uga soo tega bedelay oo kitaabkii sunnada xeerar iyo dasaatiir ku bedeshay ilaahay cadaabkaa ku fogeeyo. allaha dheereeyo naxariista ilaahay ka dhigo, fa suxqan li asxaabi saciida soomaahin, dad badana habaarkaasu halis u yahay maanta way buuxaan, aadaan isaga ilaalino. ayib alla markaasuu ka hadlaa haddani nimankan gaalada miisaankooda iyo muslimka miisaankiisa adduunyada markii la eego xaggee isu joogaa. alla wuxuu uhi zuyina liladiina kafaruu, kuwii alla diida waxaa loo qurxiyey alxayaatu, noloshii adduunyaa dhoweed adduunyada noloshaan liidnida badan ama dhowida badanoo kaa tegaysa ambaad ka tegayso ayaa loo qurxiyey adduunyadaasay. haddaba waxay wax yar hadday ka gaaraan aad bay ugu faraxsan yihiin, wax kale hadday ilan ma rumaysna moogtaa. laakiin dadka mu'miniinta markay arkaan iimaanka dhabtaaleh ee aakhira indhahooda hor taallo ee adduunye aan kufa ahayn say u arkaa, wayaskharuuna way yasaayaan way ku jeesjeesayaan gaaladu, min alladiina kuwii xaggooday ku jeesjeesayaan aamanuu rumaayeen. aayadda waa tayahday
في سورة المطففين سومهن وإذا رأوا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم من قلبوا فاكر أيها نبري الوجس يا سعد فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار وما كانوا يفعلون مؤمنين تلشيغا ما أنقا هده ما يوى نبي صلى الله عليه وسلم أصحابتي سردان عليه إيه ويحو دقنا كذا واي أما رجينا رجينا دوي سكنوا أدويا والله أن هم هنا درير كان نقا سعود إيه رو الله نعرض ضعيف المنصور متشمع هنا وعرب دارينا ماشي وعبدها سي شواء جباح هاي إيه واحد ما رتيا قال كسوحير توحير هاي ماشي ما سروال كجي حدا كجي حي على البديلة أري مغرك قلت سروال كحوي سنو على البديلة الحي ما يوحوا دوني ظهروا مرتقاب كيقول لي بستان وعلى قولي الله مركز وحور زينا للذين كفروا كوي الذي ذا وحى له قرحي الحياة نلشي الدنيا إيه دوي ويسخرون ويني كجسيسا ويسان من الذين كو حقوا دا آمنوا الله فمايه يا سيدا سيؤتي هذا نوحي ليهن ما يدوني هذا كفر قبصدان مقاي وحان لو تشوغن إيو آخر إيو أنا هذا ما مارتيا وروحا كالا التلفزيون غافير سوك بدهان أد مارتيا أردسا كالا مايا مبانا نوحس كل المؤمن يقضوا من أبصاري أنوحي رعيرنا أريحور العين مالكو متالي كالا تمؤو نفتا ذا ناحي نعسي وكلي مغرت رواه عليها كما دورين لو دغوا وخربا ان سمنا رلسي او اقاركود الى امرك وعليا ويسخرون من الذين امنوا ميزانك الله كجوابو قورسغود اسك داي لبدان يا سري والذين وكوي امنوا رمايين ايا فوقهم قالدا كركود اه يوم القيامه مالنت اخر حال مؤمنين حقي جوغان كلا ان كتاب الابرار لفي عليين نلز رجران مجرمين تنحقيت جوغا إن كتاب الفجار لفي سجين خوصي خجر أنا يق إلا اللواتي أمارتي ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا الدون كان حيكونوا ليين معيشة تنضن كان يكون ليين قالت مؤمن كان حيكونوا لي حياة طيبة سكفيرات والذين كو آمنوا رميين أيا فوقهم قال ذكرك وضع كسر يوم القيامة مالنت قيامه إلا نواب مالنتي أي هذا ما مرت يمانك كوها ينو الدون كان وحي ألا النعبية أي أولو ريقين سيء أهلان وحي هذا ما ألا الدياري أو درجاتك مكانها وأوسرين درجاتها وأوسرين ألا مركز سوحوا ليه والله ألا يرزق وأرزاق من يشاء وقفك ودون أيوه بغير حساب حساب الآن أرزاق قال يا مسلم إلهي الدنيا واسيها لكن آخر أيها سريها أيها مسلم كسريها نبي صلى الله عليه وسلم أصحابتي سردان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم قال لي وحيسكو دايين إني يرهدان وحكا غيل السياه يدي وحدي حول الله آنو كويس حولا كو أرونا إلا أن نغتمدك نوغو العق بدا أو نوغو حول بدا حدي قبدا ربيدو كويسين قبدا وإنت كو أغاسي دي أن أهان قبدا وضاكو سيهينا لا إله إلا الله تفلحو دان سأد نوغو جوجس إلا لا إله إلا الله هو الليباني سيو دي قوة ومكت مركز وحيرنا دي مدحني مربتاني سودناك وغسن كادغينا ادون غوب جوغين سارن كو امبو قادن با حديقان دا كو هيسن او دكتران كو ييرينا ماركاس اوري ايد كو اخري سوره امارته فصلد كو اخري ماركاس يا باي نينكي افيانكا او هي غالد كوا بيسوري واخ لا هيل مال لكن عوب عمري ان كو سيون قايلن عوب عمري امر لكن الله قرب ساوا وانت فسري نقطه ادويكم مسقجا نبي صلى الله عليه وسلم ساسوا صحابتنا تبعي ابن عمر كسوه قبر رضي الله عنه نينك رستم لا دهي جيري او غاشان ديغا رير فارس وقابشناي ايا غارون دان و خو كوغل ذهب اي حرير كو غوغل وحا وفتيغا سو سوخدا ليه موقتي حقا كسوخدا ماركاسو نينك رستم فرس الا هو تاع اي غود ليل اي ادم ما رتيا غاشان كيسي اي ما رتيا ورن كيسي سيفتيس اي فلاريس هو تاع مركز وحوري بل هلي ما ذو سد حنين هلا يصدر ولا دري قال كي عط ساي مكت مركز وسودو فرس كيش ولا لحق على فرس كيش ولا لحق على ألابتي قرون كذاب كي كوكل هي حريرت ولا لحق على أنا كده لا لا أنت مرة بوري إذا كأي وعديني ما صدح مرة ما صدح مرة ما يوم أنا وعي قد يقماي صدح مرة لي
asoo ku fashaaqay asoo warankii inta ku qariri inta ku qariri ayagana waa laakiin yaa diidi kare waa niman hadii adduunka gaalasan kooda caana ka lisawa markaasoo wuxuu yiri xaidin xaidin keenay ma gaajaa idin hayso ma dhulkii aad ku noolaweysa marka ma qaxootiyaatii idhegayso yiri waxaan allaahu ibtacathanaa linukhrija annaasa min cibaadati alcibaad allahna soo saara saan dadka uga saarno addoommahay addoomma u yihiin ilaa cibaadati rabbi alcibaad allaha addoommaha abuuray inay addooman u naqdaan u saarno wa min diiqi dunyaa adduunyada cidhiirigeed aan ka saarno ilaa sacati dunyaa waalaakhira meel adduunye aakhira laga helaayo qorshe adduunye aakhira lagu helaayana aan u bixinno wa min jawri alaadyaani diimaha iyo xeerarka eexda iyo balaayada ku dhisan aan ka saarno ilaa cali alislaam aan u saarno waa yaabiye ninkii markaasoo wuxuu yidhi bal hadde waa yahay saddex biri halaysiiyo saddexdii biri yaa la siiyo waxay ka dhaca waa la ogaadayha dagaal saddexaad leedahaa la yidhi haddaad haddaba maaragtaya soo islaamto dhulkaad adaa xukumaysid lagugu tegi maa muslimaad ilan tahay islaamnimo dhaba iyo mid iyo dhehna waa la kala yaqaan hadda mogta rag xisaab xataa xisaabtamaya joog haddaad haddaba maaragtaya jizya dhiibtani waa laga qaada xataa yucdul jizya ilaa majuusta macnaha nimanka la yidhaahdo waxay lahaayeen shubhatu lkitaab wax la yidhaah ay qaarkooda tilmaameen haddaad diidda soo maaha waa kula dagaalamayna waa la dagaalama wuxuu ka dhaca waa la yaabahad marka adduunye haba yaraatee wadaadkii hadlaayo abulxasan nadi waraxmat ullahi caleyh a waxa laga wariyaa inuu wari waa dhintay allahuna cadisay wuxuu wari anigu saxaabada ridwaanullahi calayhim lama yaabaniyo wuri inay gaalo ka adkaadeen laakiin waxaan la yaabanaho wuri wixii xaggaa yiil oo maaragtay heer faaris isku duudeen ee haddaba adduunye ahay inaynan intaasoo kale ku fidnoobinan la yaabanaho wuri ilaahay ka ilaaliy sababtu waxa waaye kuro saqajaami maano aakhiro ayaa u muuqata soomaalidu waxay yidhi ma taqaani sooro nimay ka dambaysa ay deeqdaha yidhi nimay ka dambayso ay deeqdaa ninkuu hadduu gadaal wax ku og yahay jeenan boob ma qabyo laakiin meel ada wax ka dambayn inti dhalaasi waxay yidhiheen nin buka nin baahan barax looguma dhiibo dhexuu kusii bubujiha ha sida adoogi yiri oo kale maaragtay noonoolo soo qaad asigu yiri noonoolo waa hebel iska raa isiyo wuri waaba jecelo wuri waa kan haddaan martida u sido waa aniga dhex kula qaaqaate ilaa u jeeda muu soo qaaqaadaayo ninka dabka fadhiya ninka moogtahay oo martigaan dhila waa indha badan yahay ilaan gaajaa hayse wixi shanqaraba waa fiiriha waa dhegaysaa waa fiiriha markaas wuri ii dhiiba wuri waaba jecelahay waa aniga martida u sido dhex kula sii qaaqaate asigii uu sheega laakiin si aslubaysan uu sheega kaana annaasu dadku waxay ahaayeen uri alle ummatan ummaday ahaayeen meeshaana waxaa jirta niman badan oo baaxithiinaa naha dhaha oo gaalo gogo'daa oo dhahaya asal bani aadamka waxa waaya shirkiga iyo kufriga asal u ahay beentood waay waxaa asal u ah islaamnimada fitradii alla ku abuuray kaana annaasu dadku waxay ahaayeen ummatan ummaday ahaayeen uri alle waaxidatan ee mida hal ummadoo qurayeen oo islaamnimaday ku toosnaayeen waay macnaha ma garad markaasay iskhilaafeen sidii aayaddii suuratu yuunus wamaa kaana annaasu ilaa ummatan waaxidatan fakhtalafuu ikhtilaafkiisii loo daaweeyey fabacaa allahu alla waa soo diray annabiyiina nabiyadiihu soo diray mubashiriina xaaligan kuwa bishaaraynhaayo qofkii qorshahooda qaata janno uga bishaaraynhaay wa mundiriina xaaligan kuwa digaaya oo kuwa qorshahooda diida naar uga digaaya wa anzal alla waa soo dejiyey macahu maca nabiyiina nabiyadii la jirkooda alkitaaba kitaabkii ku soo dejiyey kitaabku asha jinsi waa kitaab kasta xagga alla kasoo dega wa oo qur-aanku u dambeeyey bilxaqi xaqxaa alugu kitaabku dhahan yaha wa qur-aanka wixii alle xaggii ka yimaad kaliya xaqa waxa kale baatil waaye wa ahwaau lbashar bilxaqi xaq xaaluu ku dhahan yaha kitaabku liyaxkuma wuxuu u soo bixiyey alle ou u soo dejiyey waxaad ku celinaysaa bacaa iyo anzala liyaxkuma alla inuu xukumo darteedu u soo diray nabiyada ou la jirkooda kitaab xaqu dhahan ugu soo dejiyey bayna annaasi dadka dhexooda uu kala xukumo fiimaa wixii dhexiisa uu kala xukumo ikhtalafuu dadku fiihi maga dhexiisa iskhilaafeen meesha kaliyahoo gartu jirta wax alla xaggii ka yimid waay waxaan kaloo adduunka loo garsooro waay garyaqaan waay kadaa wax ka jira ma jira baatil waaye maxaal ahwaaulbashar waay hawaaulbashar fa in lam yastajiibuu laka faclam annamaa yattabicuuna ahwaa liyaxkuma facilka waxaan ka dhignay allah ama liyaxkuma kitaabku ama liyaxkuma nabigu taarata kadib
بين الناس ذات كذا حوض وحكومة فيما ويحد يحس وكل حكومة اختلفوا فيما دعس سوق الأفن وحل سوق الأفن أقوي قال لما يأسل أنا ما أقوي ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر كنت دون إن شاء الله تعالى وما اختلاف اسم خلاف فيه في الكتاب كتاب وليعز اسكم خلاف إلا الذين كوي اسخلاف ماهن أوتوا لسي أيقبه هو كتاب كلسي من بعد ما جاءتهم البينات أيدي عدين مركي أتم إذا كدب أن اسخلاف بغيا كردر هدرات دين اسو خلاف بغيا سو بينهم لحو هذا وما اختلف فيه في الكتاب كتاب وليعز اسكم خلاف اسكم ماهن رافنه قال إلا الذين كوي اسكم خلاف ماهن أوتوا لسي أيقبه هو كتاب كلسي من بعد ما جاءتهم البينات أهدي عد عدائين أو إن خلاف كحنيه إسوافه غنف في عنيه حق الإسوافق بعد الإسوافق ما يه مركي أيوتي مذا كذب أهدا عد عد أي إسخلافين باغي ينقر دردرت إذن إسوخلافين وبين مقيقا سوبين مرحو ذا هذا حدا ذا رتلاب الروح أو كتاب كي يسونا دي تقانا إسخلاف سن أن مدوبين حدا ما رتيا مرن أون أو رحضو ذا ألوغي مروالباء لبدودا غردران او بقيا مد ولبا ودا اما مد كميدا هاودا اما مد كميدا اودا مغردا وا خلاف كان سائغ اهين فهد الله الا وهنني الذين كوا الا عام خلاف حكم اوغي موقت واحد اسخلاف اما اسوافقيين وا وخر اقون له هو كلا موقت اسو وا وا لسك ودا و هو يا مله وا دبا ان دول اش لو قما عام موقت عام الين وا الاعمى او كلا وا عمي واي معناه مغردا هل حب مؤقوة فهدى الله ألا وهنوني الذين كوي آمنوا رميين أيو لما ويحي وهنوني اختلفوا ضدك يسوه لفين فيه ما قد حسوا من الحق حقية بإذن ألا إذن كيسوا وهنوني فهدى الله ألا وهنوني الذين كوي وهنوني آمنوا رميين لما ويحي وهنوني اختلفوا ضدك يسوه لفين فيه ما قد حسوا من الحق حقية بإذن إذن الله إلهي أقول أشريسون وهنوني أو نبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح البخاري مسلم أيوريين حديث شرع اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه والله يهدي بإذنك لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم هذه معنى سؤال والله ألا يهدي وهنونيها من روحه وهنونيها يشاء ألا ودونا إلى صراط جديد وهنونيها مستقيم إتوسا والله يهدي ألا وهنونيها من يشاء قفك ودونا إلى صراط مستقيم وهنونيها قفك ودونا ياوه وقفك وناك دونا ودون دونا يوناك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أما قفك أسوء وناك أن ربنا حقك لأسي جيله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين والله سبحانه وتعالى أعلم.